السلام عليكم متتبعي قناة سريبا فاميلي فوق، معكم عدنان. اليوم اجي لكم فيديو تاني جديد، كيما كان نطلع لكم ميرا هكا مرة كنجيب لكم فيديوهات ديال تكنيك، فيما كطيح شي حاجة في يدي ولا شي حاجة كتبي تصايب ولا شي حاجة كنقول علاش لا نشاركها مع الناس، كون كوا كنعاونهم بعض المرات كيطيح لك شي مشكل في الدار بالليل ولا هذا وما كتعرفش تصايبو، او بيان ما كتلقاش المعلم، او بيان بعض المرات كيبدا يتنفخ عليك المعلم ايتترا. المهم هذا الشوفو ديال الدار عندنا، واخا تشوفو راه الدنيا مرونه هكا، ما بقاش كيشعل، وقلت نحل نشوف وعلاش لا نشارك معكم المشكل اللي غادي نلقى فيه. انا ديجا حليته، بالنسبه للحل راه ساهل، هذا هو الكاش ديالو، راه يجوز جوج فيسات كنتحيدو هاد الكاش هذا. كنجيو هنا كنقلب كنلقى، انا شكيت بان المومبران ديالو حيت البريكه خدامه كما تشوفوا معايا، البريكه يكفي الا بغيتي تيستي البريكه واش خدامه ولا لا، كيكون ديجا الحجر بدلتيه يكون جديد على البلاصه ديال الحجر. هنا كتيستي يعني يمكن يتجر هادي بيديك، هاد السويتش هاد كتشعل البريكه كما كتلاحظوا، عمليه جد سهله. وملي كتسمع ديك الطق يعني راه الكتروبان ديال الغاز راه خدام مزيانه، غيتسمع ديك الطق، انا نعاودها لكم راه خدام. فين بقى لي الشك وكنقول انا ملي هكا كنخدمو ما اصلا ما كنسمعش هادي، ما كتحركش هاد الحديده هادي، نورمالمون خاصها تتحرك بحال هكايا وتسمع ديك الطق باش يدوز الغاز يتلاقى مع البريكي ولا العافيه كتشعلها فيها هكا كيدوز الجان المسخون. هذا هو البرانسيب ديال هاد الشوفوات ديال الغاز. المهم احبابي واصدقائي كما قلت لكم، انا ديجا حليت البلاصه فين كاينه المومبران، ها هي راه ساهله، هو راه ساهل 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 بزاف، كيبغي يزعها وصافي. غير الحاجه اللي غنوصيكم عليها هي الفيس اللي حيدتيه عقل عليه. المهم المومبران كاينه هي هادي، هنا غنوريكم البرانسيب كيفاش كيخدم هذا، كيفاش كيخدم هذا، كيكون راكب على هذا الشكل هكا، على هذا الشكل فوالا، كيدخل الماء بارد من هنايا، كيدخل من هنا من هاد البلاصه هادي هادي، غتشوفوا غي اللي قال هذاك البرقاقه غيبان لهم، ما غيبانش ليهم مومبران وتبان ليهم، غيبان ليهم يصبع عيوض فريم مسخ، وي فريم مسخ حيت من الصباح وانا كنركب وانا كنحل وهذا. ديجا انا هاد شوفوا هادي يلاه ركبناه فريمون فهمتي، يلاه ركبناه يلاه كنصيفطو الاخ ديالي وهذا، وكان خاص شي حاجه ديال لا مانتونونس في التيوات ديال الماء، كان خاص واحد البرونشمان ديال الماء سخون لتحت ما كايناش، كملتها بالحفير وهذا. ملي برونشيت قلبت قال لي خدم انت، هو باش يخدم ما فيش اللي يخدم. المهم ما عليناش، قلت نحل ونشوف المشكل فين كاين. كما قلت لكم البرانسيب ديال هذا هو ان الماء كيجي من هنايا، هانتوما لاحظوا معايا كيخرج من هذه البلاصه هذه، كيدخل هنا من هنا، كيدخل من هنا كيدفع هذا المومبران، كيدفع هذا المومبران هذه كتنفخ كتخرج بحال هكايا. هذا المومبران كتكون هذه اللعيبه هذه هنا، هذه اللعيبه كتكون هنا هذه. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش مال المعلميه راه هادشي عندهم ساهل، كما قلت لكم هذا المومبران ملي كتكون لاصقه هنايا لاصقه بحال هكا فوالا كوم سا بحال هكا، اون فوا كيدخل الماء ملي كتحل نتا الماء، ملي كتحل الماء كيكون ديجا محبوس هنا، ملي كتحل نتا الماء ديال باغي دوش كيدفع الماء، كيدفع هذاك المومبران، هذيك الجليده، هذيك الجلده كتدفع هادي فوالا شتي، ملي كانت كدفع هادي كتخرج هاد كتخرج هاد اللعيبه تاع البريكه هكايا كتطلع كتشعل نورمالمون اوتوماتيكمون، ملي كيخدم ملي كتحل هادي كتحل الالكتروفان ديال الغاز وكيخدم. شتو راه ساهل ساهل بزاف، انا ملي حليت لقيت بان هادي قاسحه قاسحه بزاف قاسحه، ما كانش كتدفع نهائيا قاصحه، يعني الماء واخا كاينه لا فورس ديال الماء هذا مي والو ما قاديه ليها حتى حاجه. وشنو السبب من حيدت هذه، ملي حيدت هذه هي لصقات 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 فوالا، راه ساهله كديرو غير شي حاجه طونوفيس ولا موس من جناب. لقيت بان هنا
بحال بدا كيصدي هنا، بحال بدا كيصدي، وحيت هو اصلا ما بقاش، كان صافي لونط هو ما خدامش عند الاخ عندي، ما كان عنده شي مشكل، ما كيطلعش له من الدار الفوق، عرفتو المدينة شحال كتجر، الا كان عندك شي بارت ما كاينه في التروازيام ولا الكاتريام غتلقى مشكل. اللهم دير ديال الضو، اللهم دير ديال الضو، كيعمر على خاطرو في المدينة اللي ساكن في التروازيام ولا الكاتريام ولا هذا، اللهم دير ديال الضو، اصلا هذاك غادي يعمر شوي بشوي حتى يعمر على خاطرو، ملي غتبي الدوش غتلقى عامر. مي هذا اللي خاصو لا فورس، خاصو الما يدفع باش المومبران تدفع هاد اللعيبة، وباش تخرج باش تطلع هاد السويتش هادي ويشعل لك شوفو. ما كيناش، ما يمكنش يطلع عندك الماء العار، يطلع عندك ايه باش تشرب اللي قال هذاك وتغسل. ما عليناش، بقى تصدر لي هاد البلاصه هادي صافي. ملي جيت انا بغيت نخدمو قال لي خدم انت، مي انا غنبقى معاه تنحاول نقي. انا دابا اللي جا راه نقيت له شويه هنايا، فوالا بشويه عليك تطيح بشويه، قلت لكم فوالا انا غادي نبقى تنقي له هاد البلاصه هادي. كما كتشوفوا ما كاينش اللي غيشد ليا باش نصور، داكشي علاش ديجا حليت انايا هنا، حليت شوفه وداكشي، ما كاينش اللي غيبقى جالس حداك ويشد ليك يعاونك في التصوير. لهذا كما قلت لكم انا غادي نخليكم نحك هذيك شويه ونعاود نركبها، الا كان كاين دير نوريكم كيفاش كتركب، ممكن ما كانش راه ساهله كما قلت لكم، راه كي حليتو غادي تعاودوا تسدو. نقدر نعطيكم واحد النصيحه اللي كينساو شي حاجه، اي بلاصه حلها يصور قبل لا تحل، صور باش ملي تبي تسد تلقى كيفاش، يعني يجيك ساهله. بالنسبه للاعطال ولا لي ديفو اللي كيطراو في هاد الشفوات، كما قلت لكم كيكون المشكل ديال المومبرا رجلي شتاكتاش المومبرا، هاد المومبرا هادي بعض المرات كتتقب، الا تقبات كيولي يدخل الماء ما كتبقاش تنفخ باش تعطيك هذيك فورس باش تخدم. بعض المرات كما قلت لكم هادي كتكوانسا، الحجر كيتقاضى، وبيان الكتروما، وهذه مستبعده كتقطع مره هذه كتكون مستبعده مره، فشحال تقدر طيح عندك الديفو هذا. واخر ديفو يقدر يكون عندك هو ديال تيرموكوك كيتقطع، هذه الخدمه ديالو هو انه ملي كيوصل واحد النيفو تقدر تنساه ولا شي حاجه، وكيوصل واحد النيفو ديال السخونيه اللي غيسبب لك شي خطر في الدار ولا هذا، كيقطع اوتوماتيكمون كتقطع. هادشي اللي كاين صديقائي، كنتمنى نكون فعتكم فدتكم في شي حاجه. ما تنساونيش باللايكات ديالكم، بارطاج ديال القناه، وكما عهدناكم انا وسعيده القناه راه ديالكم. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا به في اي ساعه، غادي نحاول نخليكم من نيطوايي انا هذيك البلاصه ونعاود نرجع لكم. باي باي. فوالا خوتي انا هاني هنا ركبت المومبران ديالي، كما كتشوفوا راه شي مشدود اربعة البيسات، واحد جوج ثلاثة اربعة، كتركبو لونطري ديال الماء قهوة كتزيرو مزيان، وهنا الصوت اللي كيطلع باش يسخن. فوالا كتحاولو انكم بيزا في بلاصتك، كتحاولو ان هاد الجوان يجي مقاد مع كما كتشوفو، يجي مقاد هكا، يجي مقاد مع، يجي بلاصتو مزيانة باش ما يكونش تسرب ديال الماء، كتزيرو. بالنسبة خوتي نتوما الا كان عندكم هذا معلق في الحيط وما كاينش لي سباس، ماشي بحالي انا، هانتوما كيما كتشوفو حنا باقي، يعني باقي تيوات ما خشيناهمش، دايرينهم غير كبروفيزوار من الفوق وصافي، دايزين من الفوق، باقي ما لصقناش في الحيط. داكشي علاش كيما كتشوفو ما حليتش، يعني ما حيدتش راكوردومون ديال التيوات وهذا، خليتها وجريت عادي. نتوما لا ما ديروش هاد القضيه، يمكن لك تخليه في الحيط وتحل هاد لي راكوردومون ديال البارد ديال السخون، وتحيد ديال البوطه وتجبدو عندك حتى تقعد، وديك الساعه عرضو صافي. هكا تعلموا ديروا لا مانتونس في ديوركم،
ما تحتاجوش انكم ديما ديما عيط للمعلم ديما عيط للمعلم، هادشي ماشي كيسيون ديال انني ضد في المعلميه ولا شي حاجه، مي كاين شي حوايج ممكن تقادهم غير بوحدك في الدار، يعني ما تحتاجش ما تحتاجش انك، والحمد لله دابا يوتيوب ولا فيه كلشي. كاين شي حوايج اللي ما تقدرش اللي ضروري خاصك تجيب معلم، مي بزاف ديال الحوايج يمكن لك ديرهم في دارك. وانا هنا ساليت، كنظن انني ساليت، كلشي واداك كلشي مزير الحمد لله على بركة الله. غادي نجرب دابا، غادي نهبط نطلق الماء حيت ما كاين معايا تحت في الدار، ونرجع لكم. انا طلقت الماء دابا والنتيجة فوالا كما كتشوفوا، ها الشوفو ديالنا خدم دابا كلشي هو هذاك الحمد لله. شوفوا واش كاين شي تسرب، ما كاين حتى تسرب فوالا كلشي هو هذاك. كان الاحتمال ديالي هو هذاك على صواب، المومبران هي اللي كان فيها المشكل كما قلت لكم. قلبوا المومبران هي الاولى، وغالبا هي اللي كيكون فيها المشكل، اما كتكوانسه اما كتتقل. ووصلت النهايه تاع الفيديو، انا غادي نجمع غادي نسد هذا الشيء كامل ونعاود نوريكم الا كان الا كتاب الا ما كتابش، نعاود نلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. شوفوا الدنيا مرونه، ها انتم اخوتي كي كتشوفوا ديجا ركبتو صافي جمعتو. انا صيف جدي دابا يدير ليه امار يخدم يخلق الماء. بقاو معايا تنشوفو، ها محي الدين، ها البوطة، يلا ودوش ودوش دوش داك، سير وري يا محي الدين. جدي معرفش يحل الدوش للأسف الشديد. وحل جيت سخون، جيت سخون، ورا ما حليتيش. هو هذاك صافي صافي، هو هذاك جدي علاه، ها هو كي كتشوفو هو شعل شعل. الله شوف واش غيسخون. يلا حبابي كما كنقول كما قلت لكم، وصلت لنهايه تاع الفيديو، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع معلومه جديده ان شاء الله، ولا مع فلوق جديد ولا شي حاجه. يلا سلام عليكم.